إلى الأردن مشاهدينا، حيث يتطوع علي بركات بشكل أسبوعي في أحد دار المسنين هناك، ويقوم بزيارة الدار للقيام بنشاطات ترفيهية أو لمشاركة كبار السن أوقاتهم، مصطحبا معه في كل مرة أحد أفراد أسرته أو أصدقائه، آملا بأن تصبح ثقافة الاهتمام بالمسنين رائجة بين الشباب الأردني. إلى الأردن. حياتي للجميع، معكم علي بركات. زي ما عودتكم كل أسبوع بكون لي زيارة لدار المسنين. اليوم راح يكون لي زيارة لدار الزهراء للمسنين. عملنا لهم الكبسة، راح نأخذهم اللبن والعصير، وفي مفاجأة كثير حلوة في دار الزهراء. خليكم معي نفوت عند الحجة ونشوف شو الحجة عملت لدار المسنين. فرجينا شو عاملة. هاي عملنا كبسة اليوم للمسنين. أيوه. أربعة إن شاء الله. حمرنا لهم الدار. هاتي ذوقيني ذوقيني. لا لا شو تاكل؟ شو يعني؟ خليني اكل اجرب. بس يلا هاتي ذوقيني. خلينا نشوف كيف الطبخ. كثير هيك. كثير زاكي. زاكي سلم ايديك. لما علي كان يجيب لي الاغراض، يجيب لي الشغلات، يعني الراعي دائما انها كانها جايبها لبيتي تطبخها لاولادي، بتكون فرحته وفرحتي كثير كبيره. طبعا مش راح اقدر اوصف لكم فرحه المسن او المسنه لما نفوت عليهم. طبعا هو الموضوع مش موضوع اكل ولا موضوع شرب، يعني اصحاب الدار مشكورين، دار الزهراء. طبعا هيك من وصلنا المحل المفاجاه. طبعا المسنين بيعرفوش ان احنا اليوم عاملين مفاجاه، راح نعملهم عيد ميلاد جماعي. وين صرت انت وراي؟ انا ماشي وراك. هي وصلنا العصير وكل شيء تمام. جاهز يعني؟ كله جاهز 100%. السلام عليكم. شو الاخبار؟ شو اخباركم؟ اهلا. والله وحشتونا. ايوه 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 شو كيف صحتك؟ تمام؟ امورك طيبه؟ حبيبي الله يسلمك. الصلاة على النبي عنك، والله ابن حلال مشفى بالنسبة. شو اخبارك؟ الحمد لله. امورك طيبه؟ احنا بهالدنيا عايشين. هاتي لك بوسه. هاتي ابوسه. بعدين بس نقول لهم علي جاي، يعني بيفرحوا عن جد. وانت شفت بعينك لما دخلت كيف استقبلوه، يعني كانه واحد منهم. بدخل الفرحه والبهجه على قلوبهم. ايه هالرزات بالله عليك، كيف الرز طعمه زاكي؟ لو تعرفي شو عامل لك مفاجاه. تعال سام هاي الكيكه لا بدكم تاكليها الحلوه. ربنا اصطفانا لنكون سبب في ادخال، خلينا نحكي، بصيص امل على قلوب هاي الناس اللي هي ابائنا وامهاتنا ورب العالمين. يعني اولا واخيرا في كتابه العظيم وصانا بالوالدين، وصانا يعني الرفق فيهم والاحسان لهم، وهذا شيء بسيط جدا لنرجع يعني شويه من التعب ومن الجد والاجتهاد والمثابره اللي اعطونا اياها اهالينا. هذول اهالينا.